الغزالة ديالي كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحة جيدة. مهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا اليوم، جيتكم فيديو جديد كيف ما العادة، كيف ما كنقول لكم ديما. مهم البنات، الفيديو ديال اليوم هو بات بات، موقع ديال بات بات. انا ما كندير لا اشهار لا والو، باقا ما وصلت لذاك الشيء ديال الاشهارات. ان شاء الله ان شاء الله دابا نوصلوا ونفوتوا وندوزوا لهيه ان شاء الله. بنادم الا كان طموح كيوصل لذاك الشيء اللي بغى. مهم البنات، ما عليناش، نرجعوا لفين كنت. قلت لكم البنات حوايج ديال بات بات اللي غنعطيكم عليهم واحد المعلومات. كاليتي خطيره جدا 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 جدا، كاليتي واعره، فيها دوك الحويجات فنين كيحمقوا ديال الوليدات الصغار، ديال مثلا بحال انت بغيتي تشري لولدك، لولدك ولباه بحال تريكوات، سورفيتات، مايوات، عاوتاني بغيتي انت تشري انت وبنيتك بحال تلبسوا بحال، اولا انت وبنياتك تلبسوا بحال كتشريوا لبسات كتلبسوهم بحال. يعني شنقول لكم، كيفاش كديروا؟ كديروا غير الايميل ديالكم، كتكتبوا بات بات، كتيليشارجيوه في بلاي ستوري. ملي كتيليشارجيوها البنات في بلاي ستوري، من بعد كتديري كتدخلي كديري الايميل ديالك صافي، وكتبقاي تطلبي البنات، كتطلبوا داكشي حتى كيجيكم للدار، وديك الساعات عاد كيصيفطوا الفاتوره اللي وقتاش خاصك تخلصيها ووقتاش اخر اجل عندك. واطونسيون في هذه القضيه هذه، ما تسهوش عليها، راه الا ما خلصتيش الفاتوره في الوقت اولا قبل من داك الوقت اللي عاطينك اخر اجر، كيزيدوا عليك. ولكن البنات ننصحكم نصيحه والله القسم، الا كاينين حوايج خطيرين انا غنوريكم. انا ديك النهار فاش كنت عند صاحبتي، فاش داروا لي ديك المفاجاه ديال عيد ميلاد البنتي الله يخلف عليهم، كنت عندها تما وجاوها الحوايج ديال بات بات، وما بغيتش نديرهم ندير لكم الحويجات ديال بات بات مع عيد الميلاد وغنخربق داك الفيديو، وما غاديش يدي حقو داك الفيديو. قلت خليني واخا بنفس الحوايج وداك الشيء، ولكن ماشي مشكل، تنجي لداري ونفسر لكم داك الشيء، تنجي لداري ونفسر لكم ونقول لكم كيفاش تدخلوا ليه وشنو فيه زوين والكاليتي واش زوينه ولا ما زويناش. داك الشيء كيحمق، وصل صاحبتي غزال داكشي غزلان. اش غنقول لكم؟ ننصحكم بالبات بات، ننصحكم بها الغزالات ديالي، انكم تدخلوا دومونديو. وحتى الاثمنه جد خياليه، اثمنه رخيصه بزاف وكاليتي واعره. انا راه كنقول لكم الحاجه، يعني كنعطيكم وجهي، يعني كنقول لكم حاجه زوينه، يعني ملي غتشريوها غتجيو لعندي وغتشكروني وتقولي اسماء راه هادوك الحوايج اللي شرينا حنايا راه زوينين الله يعطيك الصحه، شريناهم وكاليتي غزاله. مهم الغزالات، غادي نخليكم مع الفيديو ديال الكماله ديال داك عيد الميلاد، كانوا جاو فيهم دوك الحويجات كيف ما قلت لكم، وشوفوا الكاليتي كي دايره، كاليتي جد 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 جميله جدا، وحتى الحويجات فيهم شي لعيبات. المهم داك الشيء كيحمق غزال غزال بزاف. مهم خليكم مع الفيديو، وخليوا لي داك الشيء في لي كومونتير، واللي ما فهمتش شي حاجه تكتبها لي في الكومونتير، الدنيا هانيه. يلا خليكم مع الكماله ديال الفيديو باش تشوفوا الحويجات ديال فاطمه ديال فاطمه دومونداتهم حنان لبنتها. ها انتم الحل معاكم اول حاجه، ها انتم تبقصوا زوين تبارك الله ما شاء الله. ها انتم البنات شوفوا هاد التريكو هذا النبيل نبيل ديال الرجاله هكا، والله العظيم الا الثوب غزال رطب، ماشي داك الثوب داك اللي كيخناز ولا ثوب وحرش، رطب غزال. ها نتوما هذا كيف ما قلت لكم البنات ديال بات بات. ها نتوما شوفوا هذه فنه، شوفوا البنات. ها نتوما هذا شوفي والسروال ديالو، شوفوا كي داير، شوفوا كي داير غزالين. هذا دابا بشحال حنان؟ ما عقلتيش هذا 10 اورو شي حاجه، 10 اورو كاليتي زوين الصراحه، وواحد الحاجه اخرى ما كتلقايش عند واحد اخر، ماشي اللي تلقايه عند ولدك ولا عند بنتك تلقايه عند واحد اخر. شوفوا حمقني حمقني البنات، هذا الله يجيب لي شي عزريت انا ونشري. ما تضحكوش عليا ونجي اختي، كيعجبوني الحوايج ديال الدراري. المهم الغزالات، ها انتم حنا كنحلوا معاكم هذا الشيء. ها هو شوفوا هذا التريكو غزال كيحمق، شوفوا كي داير البنات، داير بحال شي جورنال هكا ديال الجورنال. يلاه الى الجورنال ياك، يلاه الى الجورنال.
نورمال. كي دايره لا كاليتي ديالها مزيانه والله الا والله البنات بات بات غير خذوا منه الحويجه الثمن مناسب والكاليتي خطيره البنات والله العظيم الا واعره كاليتي واعره بمعنى الكلمه. ها نتوما شوفوا وها نتوما عاوتاني نوريكم حاجه اخرى راه تبارك الله كثرت وليدات راكم عارفين كانوا سادين كل شيء والحوانت ما لقاش الحوانت تبارك الله راه الناس مساكن كل شيء بقاو اونبان والله العظيم البنات حق ربي المعبود الا شوفوا الثوب ديالها كي داير الثوب ديالها طايح ورطب والله شوفي قيسي حنان نايف الثوب ديالها زوين ها شوف الثوب ديالها زوين والله الا الثواب غزالين الصراحه كاش ديال مدانسه واه حلو اللي بغى يكسي وليداته بات بات ثمن مناسب وغزال هذا عاوتاني السروال وماشي بهذوك السراول ولا التريكوات اللي كيتحبوا زوينين شيك على الطير غزاله. ها نتوما شوفوا جاب الله بعدا جيت هنايا شوفوا ها الباك ديالهم زوين شي كي كيجي راه ما كيجيوش زعما في غير في ميكا هكا شوفوا كيجي كل بياسه كتجي في هذه الميكا ديال بات بات غزاله الصراحه الله يلا غزاله حنان قطعي خليني نتصور بحال هكا باش نكمل. ها نتوما الغزالات كيف ما كتشوفوا معايا ها هو التريكو يمكن التريكو ديال هذا خديتيه معايا هذيك حنان هذا التريكو ديال داك اللي قلت لك ديال الاب والابن الا بغيتو تشريو بحال الاب والولد ديالو يشريو بحال بحال ها نتوما دابا هذا الوليد الصغير وهذا الباه ها نتوما شفتوا البنات اللي كيبغي يلبس وليداتو بحال الاب بحال الوليد وكاينين حتى ديال الامهات كاينين كاين ديال حتى ديال الامهات الام مع بنتها ديال العائله كاينه ديال العائله عاوتاني كامله كيف ما قالوا لك البنات ها نتوما ولكن الصراحه الله كاليتي غزاله كاليتي الصراحه زوينه بزاف كاع هادو تنرجعوا ليهم هادشي لا الصراحه زعما الشي اللي بغى يكسي وليدات والله لا ياخذ غير بات بات ياخذ بات بات وشي حاجه ما كتلقايهاش عند الناس شوفوا البنات هذا كي غزال فن كيحمق شو البنات كيحمق فن ها نتوما شوفوا كي داير هذا البنات والله ما تلقاوه في حانوت اخر شفتوا ها نتوما شوف كي داير غزال 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 ما شاء الله صحتو وراحتو هذا الشيء كيحمق عجبني والله الا عجبني ها نتوما كيف ما كتشوفوا كاين هذا شوف هذا السروال كيداير شي هذاك بارا ولا اش كيقولوا بارا واعر واعر البنات واعر واعر بزاف عجبني شتو انا كنكسي عريس بنتك يا اختي تهلاي يا راجل وقري باش نعطيه بنتي قري مزيانه هنان ها تنقصي لينا غير من الدفوع انت باغا مع 4 من الحاجه ولا مع 10 المليون كتصرسي يا كافيتا ومن دابا خصني نبدا نجمع ونشري ودهاز وقالت لك مضمه وراه علاش كنقول لك قري راه 10 المليون شناهي راه يجيبها في شهرين صاحبتي دابا ضربتي لها حساب ديال المانيا صاحبتي ويلي شحال كنلعبو انا اختي راه هي هذيك الاخرى خليتها نسانيو هنا وهذه البنات ها انتوما ها انتوما الغزالات ويلي الله يستر المهم شوفوا ما شاء الله ها نتوما شوفوا هاد التريكو هذا تيشورطه ها نتوما شوفوا هذه مع الصايه ديالها لبنيتها ها نتوما بنيتها عندها 11 سنين ها نتوما شوفوا كي دايره غزاله شوفوا الصايه شوف شوفوا الصايه بهاد السميطه ديالها فنه كتحمق والله العظيم البنات الا عليكم غير بات 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 انا نبسم لكم عليها بالعشره غزاله غزاله ها نتوما شوفوا شوفوا هذه الجنات شوفوا البنات شوفوا فنه 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 وحتى حتى الاثمنه الصراحه البنات مناسبه في متناول الجميع داك الشيء غزال وما كتلقايش كاع الناس مطليين بنفس الحاجه ها نتوما شوفوا هذه شوفوا هذه الغزالات شوفوا زوينين عطيت العين ها انتوما الغزالات ديالي
شو هاد الشورطه هادي بالقبيه، وين على تيشورطه تريكو بالقبيه ديال الكابوتشا ها هي زوين والله العظيم البنات الا توابهم كلهم فنين، توابهم زعما كلهم فنين غزالين ها نتوما. وشوف حتى لومبالاج كي داير، شوفوا لومبالاج كل بياسه بالبلاستيكه ديالها مكتوبه بداك الشيء زعما متيول ها نتوما. شوفوا هذه او ماي جاد هذه بحال لي هذه راه المهم خليتها من بعد ها نتوما. شوفوا هذه البنات الزوينه ها هي فنه فنه داك الشيء ديال الزاز ها نتوما. شوف كتحمق شوف داك الشيء مزيز ومتأنتك ان شاء الله العيد حنا ناخذوا البنات ان شاء الله. هانتوما عندكم فاش تختاروا داك الشيء مزال بزاف، عندكم فاش تختاروا البنات والله الا هذا الشيء فن كيحمق صافي بقات البياسه. ها نتوما الغزالات ديالي شوفوا تبارك الله ما شاء الله تريكو هذا السروال ديال تريكو شوفوا كي داير حتى هو هذا توب عاوتاني في شكل شويه غليظ والتوب الله العظيم الا زوينه البنات شوفوا كيف ما كتشوفوا معايا وكاليتي مزيانه. وبحال دابا حنايا كنبغيو نشريو دابا الحوايج مع الناس راه تبارك الله مساكن كلهم كيبغيو يشريو ما كيلقاوش بات بات في خدمتكم، راه ما كندير انا لا اشهار لا والو راه غير حيت دابا الحاجه كنبغيو ننفعكم بها وصافي باش تكونوا عارفين وتزعموا هادشي اللي كاين الغزالات بحال موداليزا حتى هو تخلصي تخلصي البنات كتخلصوا حتى كيجي بحال الشكل اللي كتكون موداليزا توصلكم الحوايج ولبسي وعاودي وعكسي خلصي يلا الغزالات ديالي وريتكم حويجات رائعين جدا. نتمنى انكم تمشيو تقداو من تما دائما كتكون بروموسيون حويجات زوينين كاليتي زوينه دومونديو من تما واخا غير بياسه وحده ولكن من الاحسن من الاحسن الى دومونديتو ديك 30 39 اورو كيكون الارسال فابور يعني منين تبغي دوموندي هكا لوليداتك تبارك الله كاين اللي عنده ثلاثه كاين اللي عنده جوج كاين اللي عنده اربعه كاين اللي باغيه تكسي بنتها وما لاقيش داك الشيء اللي غيعجبها جاي رمضان تبارك الله ما شاء الله كاين اللي كيبغي يكسي وليداته وكيفرحهم داك النهار. المهم الغزالات ديالي ما تنساوش ليا اللايكات ما تنساوش ليا الكومونتيرات كومونتيراتكم الزوينه اللي كتخليني نعطي بزاف ديال الحوايج والغزالات ديالي كيف ما كنقول لكم دائما اللي ما تابوناش عندي في القناه يتابونا واللي ما بركش على داك زر الجرس يبارك عليه باش يوصلكم كل جديد. مهم الغزالات ديالي نخليكم حتى الفيديو الجديد ان شاء الله. موح عليكم.